السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده، ويلقاكم مع هذا الفيديو باتم الصحه والعافيه يا رب العالمين. اليوم غندير لكم طوا بالسردين ان شاء الله. دابا كنشرمل السردين، كندير له الثومه وغنديروا القزبر والعطريه والملحه، تابعوا معايا. ايتماس ويتمايري فياني مازيغانيش الحيان ماني ما تجيما، هذا خليط مطنا انا بريض مطنا. مرحبا بك انت في فيديو النهاره. وفي نتايا الزغاد غير شويه رمان سادين اثناء الطوا وفاران ان شاء الله. عقد غاسن شويه تشاميلا غاسن دي الشات حسن غار قصبور حسن غار العطريه وخذ سقنا رمرح ناس وهاتن غادي تطوع تابع انت كيدي. البنات كنضيف شويه زيت العود، هذه حمشين لو فات شويه زيت تبركنت، ومن بعد استفاق لابصات غندير البصله البنات في الطاوه. بعد ما فرشت لها الورقه ورق المطبخ ورق الفرن ودابا البنات كندير شويه د الطوماطيش مقطع طماطم، هذه حمشي النار وخات استفا شويه الطوماطيش صغار. ودابا البنات غندير الحوت من فوق السردين، روح هذه حموشينا قد بنت تستفى السردين نص راه تابع انت كيدي. وليتون تشيس لايك البنات، ما تنساوش اللايك عباكم واش لي كومونتير زوين، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم الا جاتكم بخير باش تكبر القناه ديالي ان شاء الله، ونزيد نعطي ان شاء الله يا رب العالمين.
ودابا البنات غنغطي بورق الزبدة او ورق المطبخ، كل واحد اش كيسميه، ورق الفرن، وغندير فوقه ورق الالومنيوم وغندخلو ان شاء الله للفرن. البنات الفاس غمصة ريحة مش النار، وفاس غمصة صغارة ورق الزبدة، ومن بعد صغار الالومنيوم السيف غادي هو الفرن. دابا البنات غنزيد شويه زيت العود من الفوق، نسيت ما درتها، وغنسد عليها ندخلها للفرن. ودابا البنات غندير واحد السلطة ماروكان، السلطة المغربية بسيطة فيها الخيار والطوماطيش والبصل والبصلة. هذه حمشينا غادي غير جي سلطة بسيطة، منين تكور ناس صلصة الطوماطيش برخيار. نقيسو في الماء، دروك كسر زينيفيلا ضبيصات نقيت الماط، نقيت سنيفين ديفاوان، نقيس ضبيصاتان، نقيت سنيفين ديفاوان، نخلطي طبصي، كاسة طباس، ما شاء الله. نقيسو في الماء رخاص يقوى من الشلاظة. نقيس شوية الملاح، شوية الخج، نسلخ شوية الزيت العادية، صافي وتخلطة وتتقد مقية الطباسة.
هو البنات الغدا ديالنا المتواضع كنتمنى يعجبكم. درت فيه البصارة والسردين في الفران والشلاضة وقدمتهم مع الديسير. كنتمنى البنات ما تنساونيش من اللايك والبارتاج، بارتاجيو البنات مع احبابكم وصحابكم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندي. الله يجازيكم بخير. اي ثما ثما اقل ماكله نهار النهار متواضعه. نتمنى لكم داك الشيء، وليت تمشي كومونتير باللايك البارتاج. الى اللقاء.